سيمانة حنا كاين واحد الضغط كبير، ولكن الحمد لله بالعزيمة ديال الرجال استطعنا أننا نحققوا الانتصار ونهديو هاد الثلاث نقاط الثمينة جدا. اللي يمكن لي نقول لكم هو ان هذه المقابله كانت مقابله ديال الموسم. صراحه كنا لاعبين كونتر واحد الفرقه اللي نقدر نقول لك ما عندها ما تخسر، ما كان عليها ضغط لا حتى شي حاجه. حنا صراحه طول السيمانه حنا كان واحد الضغط كبير، ولكن الحمد لله بالعزيمه ديال الرجال استطعنا اننا نحققوا الانتصار ونهديو هاد الثلاث نقاط الثمينه جدا جدا لهذا الجمهور الكبير والمدينه حتى هي الكبيره صراحه اللي ما بخلات علينا حتى شي حاجه بالتشجيعات ديالها وبالدعم ديالها. وكنبغي نشكر يعني المكتب الموسيري على المجهودات، الجمهور الكبير صراحه حتى هو اللي ما بخلش علينا وكان تيديبلاصاو معنا وتيمشيو معنا صراحه فين ما مشينا.
كيف ما قلت لكم ثلاث نقاط جد ثمينه خلاتنا يعني نمدوا الفريق بين الفرق يعني اللي كانت كتنافسنا من اجل تحقيق البقاء في القسم هوات اللي ما تشرفش به فريق اتحاد الزموري الخميسات صراحه. والحمد لله بعزيمه ديال الرجال كما سبق لي وقلت تمكنا اننا نحققوا ثلاث نقاط وكان هذا هو المبتغى وشكرا لكم جزيلا تبارك الله عليكم. صراحه كنا كنتمنوا ان هذه الزياره هذه كانت شويه جات شويه مبكره كنا في عطمه نلعبوا على يعني النزول كنا نلعبوا على الادوار الطلعيه والصعود فكما تيقولوا رب ضاره نافعه وختامه مسك والحمد لله اننا استطعنا نخرجوا بثلاثه ديال النقاط لان نفرحوا بهذا الجمهور الكريم والفعاليات ديال المدينه بما فيهم العامل ورئيس الجهه والمنطقه وانتم كذلك. شكرا تبارك الله عليكم على خطيكم. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.